تصدق فور دي جايبينه جايبينه من موقع فور دي. انا مش عارفه ايه هو جواه. ده في عروض البلاك فرايداي. ده طبعا من فور دي. هو بالنسبه لهم عشوائي، لكن انا بالنسبه لي انا عارفه فيه ايه. بس يعني مش عارفين هم مرتبين ازاي. منه ميك اب، حاجات كلها التوسي وميكي وبيري وحاجات كده برضه. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب. يلا نفتح الصندوق مع بعض. بس خليني افتح البوكه بالسكين عشان ايه؟ ايوه ابعدوا. طبعا هنا مكتوب عليه من هو اللي جوا ايه ده. بسم الله. شوفي اللي خاف على طبعا انا مامتي حبيبته. مامته ايه؟ بقول على دي. بسم الله. لحظة لحظة خلي كل حاجة كده مكانها. لحظة خلينا نحط قدام الكاميرا. خلينا نشوف. يا طب مشيتوا كلها الكوتشي وميكي وبيري. هنفتح لكم واحد واحد ونشوف ايه اللي جوه. انا اللي خلينا نبدا باول واحد. لحظة لحظة خلينا نبدا باول طقم. خلينا نبدا باول حاجة لينا. خلينا نبدا باي اول حاجه. افتحي يا ميكي. خلينا نفتح. افتح ايه اللي بيلبسه ده؟ ده لبس، ده مش لبس قوي. خلاص فتحت. ايه ده؟ مش ايه باروك كده؟ ده بتاع بيري بس شكله كبير. اه تقريبا. لا كبير كبير. الله يا بيري. ده بتاع بيري. شوفوا شوفوا الحلاوه والجمال. بتاع بيري ده. احنا هنخلي بيري هنخلي بيري تقيس الحاجات دي وتوريها لكم. بس بعدين طبعا يلا يلا. واو بيري. ده اول واحد. ده بتاع بيري. قولوا لنا بقى رايكم في الحاجات. بصراحه حمته جميله قوي ومبطن من جوه. شوفوا عامل ازاي التبطينه. جميل قوي في جو الشتاء. يا ماما شوفوا انا احلى حاجه عجبتني في اللبس انه هنخلي بيري تلبسه ونعرضه لكم دلوقتي. ده الطقم بتاع بيري. شوفوا ايه رايكم؟ ممكن جايب واحد زي ده ليا شويه. خليني يا بيري نشوف كده عليكي. واو شكله واحد جميل قوي عشان انت حرانه منه. خلينا نكمل بقيه الاول عشان الجو حر صح؟ ماشي خلاص هقلعها. بقيه الصندوق يلا نطلع حاجه كمان. هاتي ده يا ميكي البنك الاولاني. على طول ناخد من على الوش. اوكي هنفتح ده. ده بتاع موكا. كده الله شوف الجمال. ما اجي اشوف. ارجعي لورا كده يا ميكي. لا يا ماما يلا بعدين ده تفوت معايا. لا ده لازم تفوت. هاتي البنطلون يا تيتي كده. هنخلي ميكي تلبسه. شوف البنطلون عامل ازاي. خلي ميكي تلبسه دلوقتي. يلا يا ميكي قيسيه كده. قلنا اطلعي موقع الكرسي. لا اطلعي الترابيزه هنا احسن. بس مش كده. لا هيبان. خليني انا عندي. شوفوا شوفوا انا جايبه لكم البنطلون من تحت. بصوا كده. واو ما شاء الله حلو قوي صح. اوقف يا ميكي. جميل عليه. ايه ده؟ ارنوب ده ولا دبدوب ولا بوبي؟ ارنوب. يلا بقى نكمل الباقي. يلا ده التوتي. ماما ده التوتي. شو دي يلا تختار. خلينا دي نفتح قدام صاحبنا كده نشوف دي فيها ايه. لحظة يا ميكي لحظة. خلي ده كل الحاجات دي. توتي اختارت ده على سمايلي. خلينا نفتح طقم توتي ونشوف فيه ايه. بص الحاج هو ده شكله شكله البامبيرو ده ولا ايه؟ هو شكله شوفوا شكله. ماما تحفة تحفة تحفة. ده صغير عليا. انتي كده كده من عندك افرديه. افرديه على صدرك. انا كده افرديه عشان نشوفه على الكاميرا. ماما ها ده كبير. ده شكله الفامباير ده. بيري سارة. خلينا نقيسه بيري. علي بيري نقيسه علي. انا شفت انه كده بيشوف. فور دي ثانك يو. بص ثانك يو فور دي. خلينا نشوف بيري لبست ايه. الله يا بيري يا جميلة. واو تسعى البنات الكبار يا سنة. ايوه فرحانه بيه قوي. ده تاني عشان كان تقيل وشتوي ما كانش عاجبها قوي. الله مش في الظهر. ورينا الظهر بتاعك من ورا فيه عليه حاجات مكتوبه. واو اوعي يا بوكا اوعي توتي كده. ارجعي لورا.
تعالي هنا تعالي هنا، ايوه عدلي نفسك كده، شاطره انتي. واو جميل جدا، طقم تحفه. شفتوا رسلكوا ازاي؟ يلا اعملي قلب لاصحابك. طبعا زي ما كل الناس يلا بقى تيجي عليها تختار بقى عشان ما تطلعلهاش حاجه. اختاري كده تبتدي تبتدي ايه؟ شوفي السندريلا دي تبقى جميله قوي. شوفي السندريلا دي، لا دي بتاعتي انا. في واحده كمان عندها. اه لسه في حاجات ثانيه، خلينا نفتح دي مع توتي البنك. شوف توتي اختارت ايه؟ خلاص تعملوا ايه؟ هم بيعملوا ايه الشرايطين؟ اقعدي يا توتي اقعدي، خلينا نفتح لك دي نشوف الطعم اللي انت اختاريته ده ايه. ان شاء الله يطلع حاجه حلوه، عشان توتي لحد دلوقتي لسه ما طلعلهاش حاجه. الله على الجمال، واو سو اصلا. شفتوا؟ الله لحظه لحظه، ممكن اخرج بيه صح؟ شفتي؟ ده من البيت. واو سو نايس. يلا قيسي كده يا توتي قدام صاحبك. يلا خدي هتقيسي. وده طقم توتي طلع لها جميل قوي. واو سو نايس يا توتي، حلو قوي. بينك بانسر ده موكا. انت لسه فاكره اسمه؟ اهو. يلا بقى نختار. انا لحظه يلا كده هنختار. يلا الدوري يختار دي. ميكي هترجع تختار اول واحد. اهو هنا ميكي نشوف نفتح ده. يلا يا مكر افتحي لنا هاتي ده كده هنشوف ده ايه. هاتي خليني افتح لك انا خلينا نشوف الطقم ده. صغير اه صغير ده كده. استني ارجعها حاسه ان ايه، حاسه ان البتاع الصندوق ده كله هيطلع من حظ بيري. واو شوفوا ده بتاع ساره، جميل جدا وادي البنطلون بتاعه. الله يا بيري شكله طلع مقاسك بتاعي. اه بتاعي الله البنطلون. تعالي يلا نقيسهولك. يلا تعالي. الله يا بيري يا جميلة. واو لا مش مكتوب حاجة بس كله ورد جميل قوي شيك قوي. يلا هنغني لك احنا. اقول لك يا صغنن يا ابن المحظوظة جولة الأولى. يلا نشوف. يلا يا مخ اختاري. اختاري انت يا توتي حاجة؟ يلا خلي توتي تختاري يا مخ. لا دور. اوكي انت ايه ده بينك؟ خلينا نشوف البينك ده. خلينا نشوف البينك ده فيه ايه؟ اصبري بقى يا مخ. خلينا نفتح كل حاجة. يلا الكورة الأولى. والله شكلها تطلع حاجة لتوتي برضه. واو بلوزة جميلة قوي على قد توتة. شوفوا لا قد كل حاجة على قد توتي. خلاص انتي يا توتي اصلا بتلبسوا قد بعض. شوفوا الجمال خامتها حلوة قوي. ماما مش تخليها تقيسي. جميلة جدا جدا جدا. خلاص يلا نفتح اللي بعدها. يلا يلا يا توتي يلا هاتي دي كده نفتحها شكلها شكلها حاجة حلوة. خلينا نفتح دي وتختار دي كمان هنشوف دي ايه. هم قايلين الحاجات دي كلها ستايل كوري. ستايل كوري كده من كوريا يعني. لحظه شوف تايوان كوريا. خلينا نشوف دي. الله جمال شوفوا والخامة رهيبة. لا لحظة لحظة بسم الله يلا حلاكم اغنية حلوة. اي لحظة ده البنطلون وده الملاحق شكلها برضه هتطلع على قد بيري كل حاجة او على قد توتي مش عارفة. خلينا نقيس ونشوف. توتي هي لبسة الطقم الكوري ده. اطلعي توتي على الترابيزه هنا عشان نشوفك. وبعدين لفي كده من ورا تطرسي. استني توتي خلينا نشوف. وانا جميل لفي من قدام. واو حلوه الوانه جميله جدا.
يلا اللي بعده. يلا يلا جولي يلا يلا ميكي بقى تختار المرة دي عشان ميكي عايزة تقيس حاجة حلوة. يلا يا ماما اختاري حاجة. يلا يا ماما تفتحي دي يا ميكي دي شكلها حلو جدا. لا طب يلا تفتحي كده اللي معاكي. هات بس حاجة بيشرلها برضو البيري دي بترنج كده فراشات. الله لونه جميل وفراشاته حلوه قوي. هاتي كده هاتي البنطلون. الله بصي يا بيري جالك ايه كمان. تعالي قيسي ده. يلا اوكي يلا بقى لبسه الطقم ده بتاعها الجميل ترنج الفراشات. جميل قوي لفي كده من ورا. يا جميله انتي يا ناس ما شاء الله عليكي. يلا هو بس يعني لنا وشك كده قدام. الله طقم عسل حلو عجبك. خلينا بقى نشوف. يلا يا مكة دور مكة. ممكن نلعب دي الشكلة بتاعتي انا ممكن يا ماما. خلينا نشوف ده ايه ده. شفتوا دي دي خاصه بيا طبعا بس قماشتها جميله جدا للبيت. البيت بتاع ماما سكوز اعتقد ميكي. بس جميله جدا. كل دي تفرديها عندك كده. وقفي وقفي فرديها امسكيها من فوق كده وافرديها عشان نشوفها. لا ابعدي 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 عن الكاميرا. ابصها لا افرديها في الارض يا ميكي. ايوه كده افتحها. طبعا لانا زي لون الميني حلوة قوي صح؟ اه يلا هاتي يا بيتي دي بتاعتي انا. يلا يا مكة مكة اختارت حاجة ليها كمان. خلينا نشوف مكة اختارت ايه. بتاعتي المسلسل. خلينا نشوف ده كمان وراجل اصحابنا. المسلسل بتاعتي مسلسل ماما بصي بمبيلو. شفتوا ده جميل قوي بالورد. الولد محظوظ بس حلو قوي. بعتوه عيد بتاع ماما ده مش عليك انت شفتي كعبه علي ازاي عليك ممكن توقعي بيه. كعب علي عادي انا سبس شكله حلو عادي جدا. لا الرجل الثانيه يا موك اه اظن يلبسوا عكتي. بصوا طبعا انا لقيت الموتيلا. بصوا جينا فرد شوكولاته لان كنا جبنا واحده وبطاطا اتحرق. رجعنا جبنا واحده ثاني. رجعنا الاولانيه. نكمل يلا يلا. وجبنا لا. كمان لا يا ماما دي ماكينه ماكينه بوب كورن. يعني نقدر حتى نعمل كل يوم الواحده نعمل عليها بوب كورن. بقى نعمل لكم فيديوهات بوب كورن عادي. دي سهله جدا للاطفال يعني عادي. افتحي يا ميكي ده فاضل ده ده كمان هنشوف ده ده لونه اورنج. افتحي يا مكة. لا يلا هاتي ده يا بيه. لا يا ماما ده كبير عليا ميكي. يلا يا مكة خلينا نشوف شكله كده. برضه مقاس بيري يعني نفس بتاعتي. تعالي بيري قيسوا عليكي يلا. والله بيري هي المحظوظة في الصفقة دي لأن كل المقاسات طلعت معظمها على قد بيري. خلينا نكمل بقى حاجات فورجين اللي لسه ما كملناهاش. يلا نشوف ايه اللي هيطلع لنا ده. اخترنا بقى بس خلينا نقول أدمت. يلا يلا شوفي شوفي ايه ده. لا خلينا نشوف ده الأول. لا أنا طلع. طب لحظة لحظة عشان دي حاجة ليا. خلينا نشوفها كده على السريع. ليه كده أنا مش دي
اخترتي حاجه ليا انا؟ خلينا نشوفها على السريع. دي عباره عن جلابيه بيتي. يلا طولي افردي يا تيتي كده معايا انت وبيكي عشان نفردها قدام الكاميرا. لا كده كده تشبه السلايم. اه سلايم. شوفوا فيو حلو ازاي. رجع لورا دي ملهاش اي حاجه يعني ساده بس الجبين اللي هم عليهم الشوك. وردتين حلوين هي قطيفه طبعا القطيفه الخفيفه دي المعنى. دوري دوري. طب لا خلوني اخلص حاجتي الاول ايه رايكم؟ خلوني حاجه ثانيه كمان هنا. لا لا دي بتاعت حد من العيال تقريبا. بعدين دور على طول بعدين دور ميك على طول بعدين دور اوكي؟ انت عندك حاجه. اه دي بيجاما ميكي ماوس لحظه. دي توتي اعتقد. توتي ايه؟ كبيره صح؟ دي شكلها بتاعتي انا. اه. توتي ايه؟ هي دي البابا دي ولا ايه؟ هاتي وريني كده. بنطلون. اه غير بنطلون. بنطلون صغير. يا ماما جابت بنطلون صغير. لحظه. يلا بيا خلاص على الدور. خلينا نطلع. بتاع توتي ده جاكيت. توتي هي لبست الجاكيت. ايوه. جلد جميل جولد. حلو قوي. حطي ايديكي في جيوبك كده يا توتي. واو شيك قوي. يلا بقى نروح لحاجه تاني نشوف ايه. انا داري. موكا. موكا جايبه لول. خلاص موكا جايبه لول وكمان بيري جايبه سبايدر. خليهم يقيسوا هما الاثنين ونشوف. لا حاجه واحده. لا. اوه بيري لبست سبايدر اهو. لا خليكي واقفه على الكرسي احسن. يلا اقفي على الكرسي. تطلع على الكرسي عشان نشوفك. يلا واو كيوت. بيري طبعا بتحب السبايدر قوي فهي اللي طالبه سبايدر. حطي ايديكي في جيوبك كده. ايوه في البنطلون. واو قول لهم لاف يو. اي لاف يو. واو سو كيوت. يلا ميكي بقى تاخد حاجتها وتقيس. يلا يا موكا. يلا يا موكا. بتاع موكا ده جايبه فستان لون جميل قوي بالشنطه اللي هي النجيه بتاعتي. وتوتي توتي جابت ده خليها تقيسه هي كمان. ايوه خلينا نشوف كده. خلاص ميكي لبست اللون بتاعها. اللون معاه ميداليا. شوفوا فستان ميكي اللون ده جميل ازاي كله لون. واو حتى المورالف هي وكمان لفه ومنحه. اه جميل قوي. يلا لفي قدام. ماما ورينا الميداليه يا ميكي كده. حتى الميداليه بتاعتها عليها لول. حلوه قوي حاجات فرديله يا جماعه. ده فيديو اصلا كنا ناسيين ومفروض كنا نعرضه من شهر 11. اصلكم حلقه. ماما اصلكم حلقه. لا خلاص. لا ارجعي لورا طيب. مسكي يا موكا دي. ماما انا هقول طب ارجعي لورا. الحاجات دي جايبينها في عروض البلاك فرايداي طبعا دي بتبقى في اخر شهر 11 واحنا ناسيين الفيديو ده. وايه توتي انت كده بتاعك؟ ارجعي لورا. افردي دراعاتك. تعالي يا بيري كده خلي ميكي توتي تعالي. تعالي عندي. تعالي عندي اقعدي هنا. تعالي ميكي كده توتي شويه كده. ايوه لحظه. تعالي انت يا ميكي كده شويه. خلي توتي لوحدها الاول. لا يا ميكي. ايوه عشان ايه؟ عشان توتي يبان. لفي كده توتي من ورا عشان نشوف من ورا. جميل قوي. مكتوب ايه؟ لحظه كده. ابي بريك ذا رول. انا الله. ابي سي تي اي. لا مش اي بي سي. اي ابريكات. انا شاطره. لفي توتي من ورا كده. لفي نشوف من ورا كده. جميل قوي. اطلعي كده توتي على الكرسي عشان نشوف البنطلون بتاعه. انا ما طلعتش حاجه. صوتي جميل. اوعي يا موك. اوعي يا بري. شوفوا شوفوا جميل ازاي. سو كيوت صح؟ حلو جدا. ماما افردي دراعاتك يا توتي كده. حلو قوي ستايل كوري. جميل جدا. يلا خلاص يا توتي خلاص بقى يا موك. يلا خلاص بقى كده خلصت حاجاتنا اللي اشتريناها من الستور دي كلها عرضناها. لو عجبكم الفيديو ارجعوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا باي باي باي.